السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي لمدارس اللغات. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض باقي البونز أو الخاص بالكيميكال بونز اللي موجودة عندنا في الكيمستري. بس إحنا النهاردة هنتكلم عن فيزيكال بونز. طبعا إحنا عرفنا أو إحنا أخذنا قبل كده إن في عندنا تو تايبس أوف بونز، يا إما يكون كيميكال بوند يا إما يكون فيزيكال بوند. وتعودنا مع بعض او اخذنا انه الكيميكال بوند اللي هي between the elements in the compound، يعني مثلا الووتر مولوكيول اللي هي H2O بيكون عباره عن هيدروجين bonded with oxygen gas and bonded with hydrogen. فالبوند between hydrogen and oxygen دي بنسميها covalent bond، دي تعتبر من احد الايه من احد انواع الكيميكال بوند. زي مثلا برضو لما نكون ال NaCl اللي هي عبارة عن ايونيك بوند، ان اي سي ال دي برضو عبارة عن، يبقى البوند اللي هنا بين النيتروجين بين الصوديوم ايون والكلوراين ايون دي بتكون هي كمان عبارة عن كيميكال بوند لانها بين elements جوه كومباوند نفسه. هنا نفس الشيء بين elements جوه كومباوند نفسه. نفس الحكاية لما كوننا الامونيوم مولوكيول اللي هو ال NH4، لما كوننا الامونيوم NH4 بوزيتيف وكنا كوناها بالطريقة دي اللي هي النيتروجين بيكون حواليه 3 بونز وكل واحدة منهم مع الهيدروجين، ده هنا كده هيدروجين وهنا كمان هيدروجين، لما طبعا عملنا الكترونيك كونفيجريشن لقينا ان النيتروجين عنده 2 الكترون بير، صح ولا لا؟ عنده 1 الكترون بير، وبالتالي الهيدروجين اللي هي جاية من لما حصل ديسولف للـ HCl واصبحت الهيدروجين وزود ان الكترونز، فاللي حصل انه النيتروجين جاز دونيت ده الكترون بير للهيدروجين، فتكون عندك كمان هنا بوند ثانيه ما بين النيتروجين والهيدروجين بس بنسميها كوردينيت بوند. يبقى احنا عندنا هنا كوفالنت بوند بين نيتروجين اند هيدروجين لان كل واحده منهم عملت شير لالكترون من الالكترونز الخاصه بالبوند او الكوفالنت بوند. تمام؟ لكن هنا ودي كمان دي عباره عن كوردينيت بوند، لكن ما حصلش فيه بينهم شير بين الاثنين، ده اللي حصل ان النيتروجين كان عندها الكترونز زياده والهيدروجين ما كانش عندها خالص، فاللي حصل ان هو عملوا هما الاثنين زي تنسيق بينهم بين بعض، النيتروجين عملت او ادت للهيدروجين والهيدروجين اكسبت ذا تو الكترونز فسميناها كوردينيت بوند. دول بالنسبه لنا الثري بوندز دول سواء كانت ايونيك بوند او كوفالنت بوند او كوردينيت بوند بنسميهم كيميكال بوندز، لان هي زي ما اتفقنا مع بعض between the elements inside the inside the molecules. النهارده بقى هنتكلم على الفيزيكال بوندز. انت عندك تو تايبس اوف فيزيكال بوند، اول واحده اللي هي الهيدروجين بوند، اول واحده اللي هي مين؟ هيدروجين بوند. طيب تعالى كده نشوف مع بعض، احنا العلماء لاحظوا حاجه مهمه جدا انه boiling point of hydrogen sulfide اللي هو ال H2S والمولر ماس بتاعته 34 جرام بير مول، تمام، بتكون حوالي نيجاتيف 61 ديجري سيليزيوس. تمام، لكن boiling point of water اللي هي H2O والمولر ماس بتاعتها 18 جرام بير مول. طبعا انت شايف ان هو المولر ماس الخاص بالووتر هنا اقل من المولر ماس الخاصه بالهيدروجين سلفايد، ورغم ذلك بويلينج بوينت اوف ووتر ايكوال 100 ديجري سيليزيوس. فطبعا احنا كنا عارفين ان كل ما المولر ماس بتزيد بيحصل لها انكريز كل ما البويلينج بوينت انكريز، فهم العلماء او الساينتست توقعوا انه يحصل ده لما يكون مثلا بالنسبه لنا، مثلا بالنسبه لي الهيدرايدز الخاصه بالاليمنتس اللي موجوده في جروب 6، انت عارف انه الاكسجين موجوده في جروب 6 مثلا في بيريود نمبر 2 والسلفر موجوده في بيريود نمبر 3، فانت عارف انه كل ما هنزل لتحت كل ما الاتوميك نمبر بيزيد وكل ما الماس او المولر ماس بتاعتنا بتزيد. يعني انت عندك هنا الاكسجين ليها مولر ماس وعندك هنا الهيدروجين ليه مولر ماس، هنا 16 لكن هنا 32. طب وبالتالي احنا لما جينا حسبنا المولر ماس الخاص بالووتر لقيناها 18 جرام بير مول، ولما حسبنا المولر ماس الخاصه بالهيدروجين سلفايد
اللي الاس بعد الاو على طول بالنسبه للاثنين الموجودين في نفس الجروب لانها ايكوال 34. فالطبيعي بناء على كده انه في عندنا هنا المولر ماس هنا اكبر من المولر ماس دي، فالطبيعي انه البويلنج بوينت الخاصه بالهيدروجين سلفايد تكون جريتر ذان بويلنج بوينت اوف ووتر فيبر. لكن احنا عارفين ان الووتر فيبر البويلنج بتاعتها عند 100 ديجري سيليزيوس، اما الهيدروجين سلفايد البويلنج بوينت بتاعتها نيجاتيف 61 ديجري سيليزيوس. طب الاختلاف ده جه من فين؟ رغم ان المولر ماس هنا اكبر من المولر ماس هنا. فطبعا في عندنا حاجه كده غريبه او عندنا ديفرنس اللي خلى الموضوع ده ما بين الاثنين او البويلنج بوينت الخاصه بالووتر طلعت اكبر من بكتير طبعا من البويلنج بوينت الخاصه بال H2S او اللي هو الهيدروجين سلفايد، انه الووتر مولوكيول كونتين هيدروجين بوند او كونتين هيدروجين بريدج، حاجه بنسميها كده هيدروجين بريدج او هيدروجين بوند. جت من فين الهيدروجين بريدج او الهيدروجين بوند؟ زي ما انت شايف دلوقتي ده ووتر مولوكيول، ادي اكسجين اتوم بندد وذ تو هيدروجين اتوم، وادي another water molecule جزء تاني او molecule تاني بالنسبه للووتر. طب احنا عندنا هنا ادي الاو، طبعا احنا عارفين ان الالكترونيجاتيفيتي بالنسبه للاكسجين greater than the electronegativity بالنسبه للهيدروجين، وطبعا احنا عارفين انه الاكسجين الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها the second in the periodic table طبعا بعد الفلورين. تمام، يبقى احنا عندنا الفلورين يليها الاكسجين، تمام، يليها النيتروجين، هم دول يعتبروا اكبر ثلاثه بالنسبه للالكترونيجاتيفيتي بالنسبه للاليمنتس اللي موجوده في البريودك تيبل. فاحنا عندنا هنا ده بالنسبه طبعا دي عباره عن بوند بين هيدروجين اند اكسجين انسايد ذا مولكيول، فدي هتكون كيميكال بوند. وبما انه حصل شير ليه؟ ان الهيدروجين عمل شير ب1 الكترون والاكسجين عمل شير ب1 الكترون وعملت لك اللي هي الكوفلنت بوند اللي قدامنا دي، فدي هنسميها كوفلنت بوند ودي هتكون كيميكال بوند. تمام، نفس الشيء البوند اللي الناحيه دي، لكن علشان احنا عارفين انه الكترونيجاتيفيتي الخاصه بالاكسجين جريتر ذان الالكترونيجاتيفيتي الخاصه بالهيدروجين زي ما مكتوب قدامك هنا 3.44 وهنا 2.2 او 2.20، وبالتالي الالكترونز او الابيليتي اوف ذا اليمنتس اوف ذا اتوم اوف ذا اوكسجين اتوم تو اتراكت ذا الكترون بير ناحيتها بيكون اكبر من الهيدروجين. فالطبيعي هيتكون هنا نيجاتيف تشارج بس طبعا بارشيال، وهيتكون هنا كمان بوزيتيف تشارج بس طبعا ايه بارشيال بالنسبه للهيدروجين هنا وهنا. طيب نيجي بالنسبه للمولوكيول الثاني الووتر مولوكيول الثاني اللي هو ده برضه نفس الشيء كوفلنت بوند وهنا كمان كوفلنت بوند. طب ايه اللي موجود هنا؟ تعال بص كده معايا على الشكل اللي قدامك ده. الهيدروجين اتوم اللي هنا لقيناها بتوين تو اتومز اللي هي او من هنا واو من الناحيه الثانيه، والاثنين طبعا جريتر ذان هيدروجين ان الكترونيجاتيفيتي، فاصبحت الهيدروجين محصوره ما بين اكسجين في المولوكيول اللي معاها بالظبط وما بين اكسجين ثانيه بس في مولوكيول ثاني خالص. تمام، فراح حصل انه تكون عندك هنا بريدج ما بين الهيدروجين اتوم اللي موجوده في المولوكيول الاولاني مع الاكسجين اتوم اللي موجوده في المولوكيول الثاني، وكونت لك حاجه اسمها هيدروجين بوند. تمام، يبقى الهيدروجين بوند دي هي السبب في الريز اوف ذا بويلنج بوينت اوف ووتر مولوكيول اللي هي السبب في ارتفاع درجه البويلنج بوينت الخاصه بالميه، لان طبعا علشان نيجي نكسرها بتعمل سترينث جامد بين المولوكيولز اللي قدامنا. فالبوند اللي قدامنا دي بما انها اتكونت بين مولوكيول وانذر مولوكيول فبنسميها فيزيكال بوند او ذا فيرست تايب اوف فيزيكال بوند، نوع من انواع الفيزيكال بوند. يبقى احنا عرفنا دلوقتي الديفينيشن بتاعه الهيدروجين بوند، تمام، ان هي عباره عن بوند. ادي البوند اللي قدامك اهي فورمد، بتتكون ازاي؟ بتتكون بين هيدروجين اتوم، لازم يكون فيها هيدروجين اتوم خلاص كده، which bends by a polar a polar bond، يعني مثلا بتكون واحده منهم اعلى like مثلا فلورين او اكسجين او نيتروجين وهكذا. احنا اتفقنا مع بعض ان اعلى واحد في الكترونيجاتيفيتي في البريدك تيبل
هو الفلورين يليه الاكسجين وبعدين يليه النيتروجين. يبقى اي بوند ما بين الفلورين مثلا في كومباوند مع الاتش في كومباوند تاني على طول اسميها هيدروجين بوند. اي بوند بين الاو في كومباوند مع هيدروجين في كومباوند تاني برضو هسميها هيدروجين بوند وهكذا. فطبعا لما اخد اكزامبل على الهيدروجين مع الاف طبعا هيكون اكزامبل عليها اللي هو الهيدروجين فلورايد او الاتش اف، تمام. ولما اخد اكزامبل مع الاو هيكون اللي هي الووتر مولوكيول اللي هي الاتش 2 او، تمام، ووتر مولوكيول اللي هي اتش 2 او. اما الاكزامبل على اللي هو تكوين او فورمينج ذا هيدروجين بوند بتوين نيتروجين اند هيدروجين هيكون موجوده في ال NH3 او الامونيا مولوكيولز، تمام، ال NH3 او الامونيا مولوكيولز، تمام كده. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الهيدروجين الهيدروجين بوند وعرفنا ايه اللي بيحصل بالظبط وشرحناها بالتفصيل، ان بيكون في عندك هنا الالكترونيجاتيفيتي الخاصه بالاكسجين greater than the electronegativity الخاصة بالهيدروجين، فبالتالي the ability of oxygen to attract the electron pair towards it ناحيتها هتكون أكبر، فهيتكون عليها negative charge أو partial negative charge، وهيتكون على الهيدروجين positive أو partial positive charge، تمام كده؟ طيب، واتفقنا مع بعض إنه high boiling point of water is due to the consuming a large amount of thermal energy to break the hydrogen bond between the A between the water molecule. يبقى السبب الرئيسي اللي البويلينج بوينت الخاصة بالووتر مولوكيول بتكون عالية أو بتكون very high لأنه في عندك إحنا بنستهلك consumed large amount of energy or thermal energy to break down the A the hydrogen bond between water molecule and the other water molecule. تمام كده، ادي الكلام اللي احنا قلناه اهو، انه the high boiling point of water is due to the consuming a large amount of thermal energy to break the hydrogen bond between water molecule. اتفقنا؟ يبقى دلوقتي احنا عرفنا انه رغم انه الاكسجين قبل السلفر في نفس الجروب، تمام، والمفروض انه كل ما يحصل increase في الماس نمبر او كل ما يحصل increase في المولر ماس، تمام، لازم يحصل increase في البويلنج بوينت. ورغم كده لو جينا عملنا كومباوند ما بين الهيدروجين والاو علشان نكون ال H2O اهي، ونفس الشيء بين الاس مثلا وعملنا ال H2S، الساينتستس اعتقدوا انه البويلنج بوينت الخاصه بالهيدروجين سلفايد المفروض تكون greater than the boiling point of water molecule، لانه المولر ماس الخاصه بال H2S greater than molar mass of water. ورغم كده البويلنج بوينت طلعت اكبر، وقلنا مع بعض due to the presence of hydrogen bond. وطبعا احنا قلنا consuming a large amount of thermal energy to break down the hydrogen bond، تمام. طيب احنا اخذنا قبل كده برضو في الترم اللي فات ان احنا في عندنا علاقه او في عندنا relation ما بين the strength of bond and the length of bond، ما بين القوه بتاعتها وما بين الطول بتاعتها. فاحنا هنعمل compare ما بين الكوفالنت بوند والهيدروجين بوند. طبعا الكوفالنت بوند اللي هي موجوده في الووتر مولوكيول، تمام، اللي هي بتوين طبعا الهيدروجين والاكسجين. طبعا احنا عارفين ادي اتش بند او وبعدين الاو بند وذ سوري بند وذ هيدروجين. فطبعا احنا عارفين ان دي عباره عن كوفالنت بوند ودي كمان عباره عن كوفالنت بوند. لما جينا رسمنا مولوكيول ثاني خاص بالووتر ادي اتش او اتش، تمام، وبعدين طبعا عملنا هنا بريدج ما بين الهيدروجين اتوم ان ذا فيرست مولوكيول وذ اكسجين اتوم ان ذا سكند مولوكيول، ودي سميناها هيدروجين بوند. دي سميناها ايه يا اولاد؟ سميناها هيدروجين بوند، تمام. فلما جينا نقيس اللينث الخاصه بكل بوند من دول، الكوفالنت بوند ذا لينث اوف كوفالنت بوند ايكوال 1 انجستروم بات ذا لينث اوف هيدروجين بوند ايكوال 3 انجستروم. فالسترينث بتاعت الكوفالنت بوند كانت كام؟ 418 كيلو جول بير مول، and the strength of hydrogen bond equal 21 كيلو جول بير مول. طبعا احنا شايفين دلوقتي انه
السترينث الخاصه بيه كل واحده منهم، زي ما انت شايف الهيدروجين بوند قليله جدا عن الكوفالنت بوند، تمام؟ لكن وجود الهيدروجين بوند دي ذا لينث اوف ذا بوند انكريز، كل ما بيحصل لها انكريز طبعا كل ما بيحصل ديكريز في السترينث الخاصه بالبوند، صح ولا لا؟ وكل ما تكون البوند نفسها بتكون ويكر اكتر، يبقى كل لما بزود اللينث بتاعتها كل ما تكون ويكر، زي ما انت شايف اهي دي اضعف من الكوفالنت بوند. ورغم ذلك وجود الهيدروجين بوند في المولوكيول او في الووتر مولوكيولز هي اللي بتكون سبب او هي اللي بتكون اساس في اللي هي البويلنج بوينت بتاعتها از فيري هاي. انت شايف هنا ادي الووتر مولوكيول، وطبعا احنا عندنا هنا ادي الاكسجين مع الهيدروجين، ومع نفس الشيء هنا اللي هو اتحاد او ارتباط الووتر مولوكيول مع بعضها، وهنا ارتباط الهيدروجين فلورايد مع بعضها بيكون بالشكل ده. تمام؟ طبعا الكلام اللي احنا قلناه the strength of hydrogen bond increases when hydrogen bond becomes in a straight line، احنا ما قلناش دي a straight line with a polar covalent bond as in hydrogen in water H2O او hydrogen fluoride. بص كده معايا دي، طبعا ركز كده معايا، انا عندي هنا زي ما انت شايف ده عباره عن covalent bond ودي عباره عن هيدروجين بوند، وهما الاثنين عاملين واقعين في الستريت لاين، تمام كده؟ يبقى امتى بتكون الهيدروجين بوند بتكون سترينث، بتكون قويه او بتكون سترونج؟ لما بيكون الهيدروجين بوند از ستريت لاين وذ ا بولر كوفالنت بوند. نفس الشيء هنا اهي في ستريت لاين مع الكوفالنت بوند، ادي هيدروجين بوند وادي الكوفالنت بوند وهما الاثنين عاملين ستريت لاين، يبقى في الحاله دي بتكون ايه؟ بتكون البوند قويه. طب نيجي على الهيدروجين فلورايد، نفس الشيء هنا ما بين الاتش والاف دي عباره عن ايه؟ عباره عن كوفالنت بوند، اما دي عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروجين بوند، فاحنا شايفين اهو الاثنين مع بعض عاملين ستريت لاين مع بعض. نفس الشيء هنا كوفالنت بوند وهنا هيدروجين بوند والاثنين على ستريت لاين، فعلشان كده بتكون سترونج هيدروجين بوند. تمام؟ the form of compounds which have H hydrogen bond. طبعا احنا عايزين نشوف الشكل العام بالنسبه للكومباوندز اللي بيكون موجود فيها هيدروجين بوند، يا اما يكون على شكل ستريت لاين ستريت شين شبكه مستمره زي الهيدروجين فلورايد، او تكون اوبن نت شبكه مفتوحه زي مين؟ زي الووتر مولوكيول. يبقى دلوقتي دي الاشكال اللي بتكون موجود فيها الكومباوندز اللي بتحتوي على الهيدروجين بوندز. تمام؟ طيب انا كده احنا كده خلصنا اللي هي اول نوع او ذا فيرست تايب اوف فيزيكال بوندز اللي هي الهيدروجين بوند، واتفقنا مع بعض ان الهيدروجين بوند لازم تكون متكونه بالاساس ما بين، يعني مثلا دلوقتي تعالى كده معايا ادي اتش اف اللي هو الهيدروجين فلورايد، تمام؟ وادي ال H2O اللي هو الووتر مولوكيول. هل يا ترى ينفع انه انا اكون هيدروجين بوند ما بين الووتر مولوكيول والهيدروجين فلورايد مولوكيول، ولا هي بتكون بين الهيدروجين فلورايد مولوكيول مع بعضها والووتر مولوكيول مع بعضها وما ينفعش اكون ما بين ده وما بين ده؟ قال لك لا، انا عندي هنا كوفالنت بوند ما بين الهيدروجين والفلورايد، واحنا عارفين ان الفلورين ده بيكون اللي هو اكبر واحد في البريودك تيبل الخاص ب الالكترونيجاتيفيتي، والهيدروجين واقفه هي كمان جنب اتوم ثانيه والالكترونيجاتيفيتي بتاعتها عاليه، فعادي جدا انه الهيدروجين دي تعمل كده كوبري ما بينها وما بين الفلورين اللي موجوده في المولوكيول الثاني. يبقى هو ينفع انه انا اكون هيدروجين بوند ما بين الووتر مولوكيول مع اي مولوكيول ثاني؟ اقول لك اه طبعا ينفع، طالما انا ماشي بنفس الشروط. ايه هي الشروط؟ ان الهيدروجين دي تكون واقعه ما بين تو اليمنتس اللي هي الهيدروجين اللي موجوده في المولوكيول الاولاني، تكون واقعه ما بين تو اليمنتس اوكي او تو اتومز الاثنين دول اعلى منها في الكترونيجاتيفيتي. طب هل يا ترى ده معناها ان الميثان مولوكيول يقدر يعمل هيدروجين بوند بينه وبين الووتر مولوكيول مثلا؟ ادي الميثان اهو اللي هو CH4. طب ما انا عندي يا مس، انا عندي الهيدروجين كتير اهو، ده انا عندي 4 هيدروجين اتومز موجوده في الميثان مولوكيولز، عادي جدا انه يقدر يعمل هيدروجين بوند بينها وبين الاكسجين، او يقدر يعمل بينها هيدروجين بوند بينها وبين الفلوراين اللي موجوده في الهيدروجين فلورايد.
اقول لك لا انا ما ينفعش الشرط ده يكون موجود معايا هنا، او انا عندي هنا كونديشن مش متحقق. زي ما انا قلت لك قبل شويه ان الهيدروجين اتوم اللي هتقدر تعمل لك هيدروجين بوند لازم تكون موجوده بين تو اتومز، الواحده اللي جنبها على طول في نفس المولوكيول، والواحده اللي هتعمل معاها البريدج في المولوكيول الثاني لازم يكونوا هما الاثنين greater than hydrogen in electronegativity. خلي بالك من الحته دي، يبقى ما ينفعش الهيدروجين على المطلق يعمل لك هيدروجين بوند. نخلي بالنا تاني، ما ينفعش الهيدروجين على المطلق يعمل لك هيدروجين بوند يا اولاد. امال هيعمل هيدروجين بوند امتى؟ في حاله واحده بس، انه لما يكون الهيدروجين ده جوه كومباوند، تمام، والكومباوند ده موجود فيه element او موجود فيه اتوم، الاتوم دي بتكون greater than hydrogen in electronegativity. يعني زي ما انا قلت لك اهوت، ادي الميثان مولوكيول اللي هو CH4 مليانه فيها 4 hydrogen atoms، ورغم ذلك ولا واحده من دول تقدر تعمل hydrogen bond، لانه هي مش موجود اللي جنبها الكربون اللي جنبها ما هياش من ضمن الناس اللي بيعملوا او اللي بتخليها تقدر تعمل هيدروجين بوند، لان الالكترونيجاتيفيتي الخاصه بالكربون تقريبا قريبه جدا من الهيدروجين، والبوند اللي هنا ما هياش بولر. تمام، يبقى لازم، يبقى نقولها بطريقه ثانيه، انه يا اما الهيدروجين تكون موجوده جنب اليمنت ثانيه او جنب اتوم ثانيه بس هي اكبر منها في الكترونيجاتيفيتي، وبالتالي البوند اللي قدامك دي هتكون بولر، صح ولا لا؟ يا اما انا بقولها وبالتالي دي هتقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل هيدروجين بوند. تمام، طبعا احنا عارفين امتى بيكون البوند اللي قدامنا هيدروجين، عفوا، امتى بتكون كوفالنت بوند، وامتى بتكون بيور، وامتى بتكون ايونيك. تعال نقولها مع بعض دلوقتي. احنا عندنا كل element من الاليمنتس اللي موجوده في البريودك تيبل ليه الكترونيجاتيفيتي خاصه بيه، تمام، وبالتالي انا لازم اجيب الديفرنس بتوين تو اليمنتس ان الكترونيجاتيفيتي. الديفرنس ده تعمل ماينس ما بين الاثنين، لو طلعت ايكوال زيرو اذا معناها البوند اللي قدامك دي هتكون بيور كوفالنت بوند، هتكون بيور. يبقى لما الديفرنس ما بين التو اليمنتس ان الكترونيجاتيفيتي ايكوال زيرو هتكون البوند اللي عندنا هتكون بيور كوفالنت بوند، زي مثلا ال H2، لان انت عارف طبعا الهيدروجين مولوكيول consists of two hydrogen atoms وهما الاثنين زي بعض في الكترونيجاتيفيتي، فلما اجي اعمل ديفرنس او لما اجي اعمل ماينس هتكون الايه، البرودكت بتاعتنا هتكون ايكوال او ريزلت هتكون ايكوال زيرو، فالبوند اللي هنا هتكون بيور هيدروجين H2 نيتروجين N2 اكسجين O2 وهكذا، كلورين Cl2 برومين Br2 وهكذا، لانه الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي بيكون ايكوال زيرو، فالبوند اللي هنا بتكون بيور كوفالنت بوند. تمام، طيب لو كانت الديفرنس، لو كانت الديفرنس مثلا less than 0.4، تمام، يعني greater than 0 وبعدين اصغر من 0.4، يعني مثلا 0.1 لما اجي اجيب الديفرنس 0.1 0.2 0.3 هتكون البوند اللي عندنا هتكون non polar covalent bond. تمام، non polar covalent bond، يعني ايه يا مس بولر ونون بولر والكلام ده كله؟ non polar ايه يا اولاد؟ non polar covalent bond، covalent bond. تمام كده، طيب معنى انها بيور او معنى انها non polar، ده معناه ان لما اجي اعمل للكومباوند اللي قدامك ده سواء كان بيور كوفالنت بوند، سواء كان كونتين بيور كوفالنت بوند او كونتين نون بولر كوفالنت بوند، لما اجي اعمل لها ديسولف ان ووتر هيعطيني سوليوشن، بس السوليوشن ده هيكون باد كوندكت اوف الكتريسيتي، مش هيوصل التيار الكهربائي، لانه مش هيحصل انه هيكون لي ايونز سواء كان بوزيتيف او نيجاتيف، وبالتالي الشرط الاساسي علشان اقدر اعمل كوندكت اوف الكتريسيتي ما هوش موجود. طيب لما اجي اتكلم بقى لما يكون الديفرنس، اكمل، يبقى ادي اول حاله، الحاله الاولى لما اعمل ديفرنس بتوين ذا الكترونيجاتيفيتي اوف تو اليمنتس
لو طلعت equal zero دي معناها pure covalent bond زي H2 N2 O2 and so on. لو عملنا indifference وطلعت مثلا greater than zero and less than 0.4 دي معناها non-polar covalent bond ودي برضو هتكون bad conductor of electricity. أما اللي بنسميها non-electrolytes. تمام. Number three، لو طلع الديفرنس، لو طلعت الديفرنس greater than 0.4 تمام و less than تمام and less than 1.7 دي هتكون polar covalent bond. واي حاجه هتكون لك polar covalent bond دي معناها لما اجي اعمل لها dissolve in water على طول هيعطي لك solution بنسميه electrolytes اللي هو بيوصل الالكتريسيتي. ولو احنا مثلا جبنا وصلناه ببطارية ومعانا electric lamp والكلام ده كله هتلاقي البطاريه، هتلاقي قصد المصباح نور عادي جدا. زي مثلا ال HF ده هيكون الديفرنس ما بين ال H وال F هيكون عباره، تعالى نحسبها كده. احنا عارفين ان الهيدروجين الكترو نيجاتيفيتي الخاصه بتاعته 2.2 تمام، واما الكترو نيجاتيفيتي الخاصه بالفلورين ايكوال 4 وده اكبر واحد عندنا في البريودك تيبل. فلما اجي اجيب الديفرنس هيكون ادي 4 ماينس 2.2 وبالتالي هيطلع الناتج ان هي بولر كوفالنت كومباوند، حتى كمان قريب من الايونيك، بس طبعا انت عارف ان الهيدروجين ما ينفعش يكون ايونيك كومباوند. اما لو كان جت بقى الديفرنس greater than 1.7 على طول هيكون الكومباوند اللي قدامك هيكون ايونيك كومباوند، والبوند اللي هتتكون هتكون ايونيك بوند. يبقى احنا كده قدرت اعرف ازاي انا هقدر احدد نوع البوند او نوع الكيميكال بوند اللي موجوده قدامي، هل هي كوفالنت بوند، ولو كانت كوفالنت يا ترى هل هي بيور ولا هي نون بولر ولا بولر كوفالنت بوند، او انه انا اعرف اذا كانت ايونيك بوند ازاي. انه انا لما هيكون عاطيلك الدف الالكترونيجاتيفيتي الخاصه بكل اليمنت، انت كده هتروح عامل لهم على طول الديفرنس ما بين الاثنين دول، وبعد ما تعمل الديفرنس ما بين الاثنين دول شوف بقى الرقم اللي طلع، الرقم اللي طلع معاك طلع كام. لو طلع ايكوال 0 او مثلا 0.1 تمام كده، ده هيكون ايه؟ هتكون بيور كوفالنت بوند. من بعد البوينت 1 لحد البوينت 4 دي معناها نون بولر كوفالنت بوند. اما لو كانت من بعد البوينت 4 لحد 1.7 الديفرنس بين التو اليمنتس يا ولاد دي معناها بولر كوفالنت بوند. اما لو كانت جريتر ذان 1.7 دي معناها على طول انها ايونيك بوند. ده كل الحاجات اللي انا قلتها قبل شويه دي كلها عباره عن كيميكال بوندز اللي هي بتكون ما بين الاليمنتس جوه الكومباوند نفسها. اما لما يكون انا في عندي بوند بين كومباوند وكومباوند فبنسميها فيزيكال بوند. بنسميها فيزيكال ايه يا اولاد؟ بنسميها فيزيكال بوند. وطبعا احنا عندنا نوعين او تو تايبس اوف فيزيكال بوند، اخذنا واحده منهم اللي هي الهيدروجين بوند واتكلمنا عنها بالتفصيل وعرفنا ازاي بتتكون، وعرفنا كمان انه ليه الميثان رغم انه في 4 هيدروجين اتومز ما يقدرش يكون هيدروجين بوند، لانه الهيدروجين دي مش موجوده او مش مكونه نون بولر، عفوا مش مكونه بولر كوفالنت بوند، او موجوده جنب اليمنت ما هياش اعلى منها بالقوي في الالكترونيجاتيفيتي. طيب ده معناه ان الالكحول مثلا وليكن CH3 اللي هو الميثانول CH3OH يقدر يكون هيدروجين بوند بينه وبين الووتر مولوكيول. اقول لك تعالى نشوف، ادي الكربون وحواليها طبعا 4 بوندز زي ما اخذنا في الشابتر اللي فات انه الكربون لازم يكون حواليها 4 بوندز دايما. ادي 3 وهنا او اتش، ادي الاو وبعدين بوند والهيدروجين، سوري تمام والهيدروجين تمام كده. وبعدين ادي ووتر مولوكيول اتش او اتش. تعال نشوف هل يا ترى الشروط موجوده معايا بحيث ان انا اعمل هيدروجين بوند. طبعا نمسك واحده واحده، الهيدروجين دي زيها زي دي زيها زي دي،
هما الثلاثة مرتبطين بالكربون اتوم، تمام؟ وانت عارف انه الكربون الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها متقاربة تماما مع الهيدروجين اتوم. يبقى الكوفلنت بوند دي لما نيجي نحسب الديفرنس ان الكترونيجاتيفيتي هنلاقيها محصوره ما بين ال 0.1 لل 0.4، يعني هتكون نون بولر، ما هياش بولر، تمام كده؟ يبقى ادي هنا نون بولر، هنا كمان نون بولر، وهنا كمان نون بولر كوفلنت بوند. يبقى ولا واحده من دول تقدر تعمل لي هيدروجين بوند بين الكحول مع الووتر بلوكيو. نيجي نشوف الهيدروجين دي، لقينا الهيدروجين دي اهي عامله بوند بينها وبين الاكسجين، واحنا عارفين انه الاكسجين الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها اعلى من الهيدروجين، فالبوند اللي قدامنا دي اللي هي بين الهيدروجين والاكسجين في الكحول مولوكيول دي تعتبر بولر كوفالنت بوند، تمام؟ طيب يبقى هي دلوقتي الهيدروجين دي موجود جنبها على طول، موجود جنبها مباشره الاكسجين اللي هي اعلى منها في الكترو نيجاتيفيتي، فتقدر بمنتهى البساطه تروح عامله بريدج او عامله كوبري ما بينها وما بين الاو اللي موجوده في الووتر مولوكيول، لان الشرط عندي متحقق. الشرط متحقق ازاي؟ انه علشان الهيدروجين دي تكون لي هيدروجين بوند لازم تكون وقعت ما بين تو اليمنتس، واحده جنبها في نفس المولوكيول اللي هي فيه، والثانيه في المولوكيول الثاني اللي هتعمل معاها البريدج، خلاص؟ والاثنين اعلى منها في الالكترو نيجاتيفيتي، سواء بقى كان اكسجين مع نيتروجين او اكسجين مع فلورين او نيتروجين مع فلورين او على حسب ما هو هيكون موجود قدامك. يبقى انت كده فهمت ازاي انا بقدر اكون هيدروجين بوند، تمام؟ كده خلصنا الهيدروجين بوند. ندخل على النوع الثاني اللي هو بالنسبه للفيزيكال بوند، ودي هنسميها ذا ميتاليك بوند. هنسميها ايه يا شباب؟ هنسميها ميتاليك بوند. من اسمها كده انت عرفت انها موجوده في الميتلز، تمام؟ واحنا عارفين انه الميتلز، سوري، احنا عارفين انه الميتلز مثلا اخد اكزامبل زي جروب 1، جروب 1A. جروب 1A بيكون موجود فيه الليثيوم، الاتوميك نمبر بتاعتها ايكوال 3، وبعدين صوديوم، الاتوميك نمبر ايكوال 11، وبعدين بوتاسيوم اتوميك نمبر ايكوال 19 وهكذا. لما نعمل الكترونيك كونفيجريشن بالنسبه لكل واحد من دول بالطريقه بتاعتنا ايام ما كنا صغار، يبقى ادي 2 وبعدين 1، هنا 2 وبعدين 8 وبعدين ايه وبعدين 1، هنا 2 وبعدين 8 وبعدين كمان 8 وبعدين ايه يا اولاد وبعدين 1. لقينا ان كلهم بما انهم في جروب 1A اصلا، ده كان الاساس، لقينا ان كلهم في الاخر خالص في الاوتر موست انرجي ليفل كونتين 1 الكترون، تمام؟ وده بنسميه الكترون فالنس بتاعها، ده بنسميه الكترون فالنس. طبعا انت عارف ان كل اليمنت من دول او كل ميتال من دول عنده استعداد اللي هو تندس تو لوز الكترون اور مور، سواء كان في جروب 1 او في جروب 2 او حتى في جروب 3، علشان يوصل للستيبل ستيت، تمام؟ فطبعا كل واحد من دول، كل ميتال من دول بيكون عنده حاجه زي ما انت شايف كده، حاجه اسمها كريستال لاتس اللي هي شبكه ما بين البوزيتيف والنيجاتيف. خلاص، في عندك البوزيتيف ميتال ايون، الصوديوم مثلا او الليثيوم او البوتاسيوم او اي واحده منهم، لو حصل انه الالكترون ده مثلا بعد عنه شويه فاصبح البروتونز اللي موجوده جوه النيوكليوس جريتر ذان ذا الكترونز، فاصبحت في عندك كانه ميتال ايون، تمام؟ وحواليها الالكترونز اللي بتكون زيها زي مثلا ايه، زي كلاود حواليها كده، وبالتالي بيدي لك اللي هو الكريستال ليتس. خلاص كده، ده بالنسبه لتكوين اللي هو الميتاليك بوند. فطبعا الكلام ده كله او الاتراكشن فورس ما بين الايونز اللي موجوده جوه او اللي هي البوزيتيف ايون والالكترونز اللي موجوده حواليها، موجوده في الشيلز او الاوتر شيل اللي موجوده حواليها، ده بيكون لك او بيربط الاتومز مع بعضها او بيربط الاليمنتس مع بعضها، وبيعطي لك حاجه اسمها الكريستال ليتس علشان يمسك لك الاليمنت بعضها مع بعض، تمام كده؟ ده بالنسبه لي يعني ايه الميتاليك بوند. طبعا احنا دلوقتي شايفين انه، هرجع تاني بس للرسمه دي، في عندنا الكترونز بتكون حره، بتكون فري حوالين الاين اللي قدامنا، فتخيل معايا انه دي مثلا كانت بيس كده اوف ايه،
base of metal وبعدين رحت موصلها بالالكتريك كارنت او بالباتري على اعتبار ان الباتري ده بيكون سورس للالكتريك كارنت. في عندنا هنا نيجاتيف وبوزيتيف تمام. فاللي هيحصل انه على طول الالكترونز او الفري الكترونز اللي موجوده قدامك دي هتلاقيها بتبدا تبقى موف اون، تبدا تتحرك من النيجاتيف للبوزيتيف، وكده انا اتكون عندك او هي دلوقتي اصبحت جود كوندكتور اوف الكتريسيتي لان هي عندها فري اوف الكترونز حوالين الايونز اللي موجوده قدامها. يبقى احنا عرفنا ان اللي بيخلي الميتلز عفوا اللي بيخلي الاتومز ماسكه في بعضها جنب بعضها كده في الميتلز ليه؟ بسبب وجود الالكترونز او الفري الكترونز الحره اللي موجوده في الكريستال ليتس الخاصه بكل اليمنت والبوزيتيف تشارج اللي موجوده جوه النيوكليوس الخاصه بالاليمنت نفسها تمام. طيب لما نيجي بقى نتكلم على البوند سترينث الخاصه بالميتاليك، الميتاليك بوند سترينث، احنا دلوقتي قلنا ان في عندك ريليشن ما بين السترينث الخاصه بالبوند واللينث الخاصه بالبوند، بس الكلام ده اتكلمنا عنها في حاله الكوفلنت بوند وفي حاله الهيدروجين بوند، وعرفنا ان الكوفلنت بوند اللينث بتاعتها كانت 1 انجستروم تمام، والهيدروجين بوند كانت اللينث بتاعتها عباره عن 3 انجستروم تمام كده. يعني اللينث اوف هيدروجين بوند از جريتر ذان ذا لينث اوف كوفلنت بوند، ورغم ذلك كانت السترينث الخاصه بالكوفلنت بوند از جريتر ذان ذا سترينث اوف ايه اوف هيدروجين بوند. يبقى احنا هناك بالنسبه للكوفلنت بوند والهيدروجين بوند اعتمدنا على لينث اوف ذا بوند عشان نحدد السترينث بتاعتها، لكن انا هنا بالنسبه للميتاليك بوند سترينث هتبقى ديبند على ايه بقى؟ ديبند اون ذا نمبر اوف اوتر الكترونز دونيتس تو ذا كلاود and the size of metal atoms. تاني هناك بالنسبه للكوفلنت بوند، فاكرين لما كنا بنقارن بين الكوفلنت بوند، ادي الكوفلنت بوند يا اولاد والهيدروجين بوند، والهيدروجين بوند عرفنا ان الكوفلنت بوند اللينث بتاعتها كانت 1 انجستروم تمام، اما الهيدروجين بوند كان اللينث بتاعتها 3 انجستروم تمام كده. بالنسبه للسترينث الخاصه بالكوفلنت بوند كانت 400 اعتقد 18 تمام كيلو جول بير مول، لكن بالنسبه للهيدروجين بوند كانت السترينث بتاعتها عباره عن 21 كيلو جول بير مول. يبقى احنا بالنسبه للكوفلنت بوند وبالنسبه للهيدروجين بوند قدرنا نقيس السترينث بتاعتها بناء على لينث اوف ذا بوند نفسها، لكن بالنسبه للميتاليك بوند السترينث بتاعتها ديبندز على ايه؟ على حاجتين، على number of outer electrons اللي موجودة donates to the cloud and the size of the metal atom. وجايبين لك دلوقتي ايه 3 examples، ادي الصوديوم وبعدين بوتاسيوم وبعدين مغنيسيوم. الصوديوم والبوتاسيوم هما الاثنين in the same group اللي هو group 1، ولو تلاحظ انا عندي هنا positive 1 وهنا كمان positive 1، لكن الصوديوم قبل البوتاسيوم في الجروب تمام. ادي الصوديوم اهو والاتوميك نمبر بتاعتها equal 11 والبوتاسيوم الاتوميك نمبر بتاعتها equal 19، لكن هما الاثنين في نفس الجروب اللي هو جروب 1، يبقى الفالنس الكترون بتاعتهم equal 1 تمام. يبقى هنا بالنسبه للصوديوم ذا سترينث of the metallic bonding in sodium is relatively weak. حتى احنا بنقول ان الصوديوم بيكون لين، يعني انا ممكن امسكه بايدي كده واجي اضغط عليه الاقيه اتعمل معايا لان معايا، because each atom donates just one electron to the cloud. طب ما البوتاسيوم هي كمان بتعمل just one electron to the cloud، بس في فرق بين الصوديوم والبوتاسيوم ان البوتاسيوم ده السايز اوف ذا ميتال السايز بتاعتها اكبر من السايز بتاعت الصوديوم تمام. يبقى هنا ذا ميتاليك بوندينج ان بوتاسيوم از ويكر ذان صوديوم بيكوز ذا ريزلتينج ايون از لارجر اند ذا الكترون كلاود هاز بيجر فوليوم تو كفر سو از ليس افكتيف ات هولدينج ذا ايون توجذر. يبقى احنا دلوقتي هنقول خلي بالك معايا كده، لما النمبر اوف اوتر موست الكترونز بيكون انكريز، يعني هما الاثنين زي بعض اهو، يبقى انا هقارن، يبقى انا دلوقتي هقارن ما بين ايه؟ ما بين السايز، كل لما السايز انكريز كل لما السترينث ديكريز
تمام، يبقى هي inversely proportional، بدليل ان البوتاسيوم اقل من الصوديوم بالنسبه للسترينث اوف ذا ميتاليك بوند. تمام، يبقى دلوقتي لما جيت اقارن انا عندي two factors affect the ايه ذا ميتاليك بوند سترينث. الفاكتور الاول the number of outer electrons، الفاكتور الثاني اللي هو size of ايه size of metal، size of metal atom. لما هما الاثنين زي بعض بالنسبه للصوديوم هي تعتبر weaker لان number of electrons equal 1، ونفس الشيء البوتاسيوم هي كمان تعتبر weaker لان number of electrons in the outermost energy level برضه equal 1. تمام، لكن مين فيهم هما الاثنين اكبر من الثانيه او الميتاليك بوند بتاعتها اكبر من الثانيه؟ قال لك ان الصوديوم لانه في عندك inversely proportional. تمام، نيجي بقى بالنسبه للمغنيسيوم. المغنيسيوم ده الاتوميك نمبر بتاعته equal 12. تمام، equal 12. فلما اجي اعمل الكترونيك كونفيجريشن 2 وبعدين 8 وبعدين 2، فلقينا انه الاوتر موست انرجي ليفل كونتين 2 الكترونز. تمام، كونتين 2 الكترونز. يبقى هي اللي هيحصل بقى انه بما انه عندها 2 الكترونز فالاتراكشن فورس هتكون اكبر، وبالتالي هو هيكون اقوى او الميتاليك بوند بتاعتها هتكون اقوى من الصوديوم. يبقى ذا ميتاليك بوند از ان ماغنيسيوم is stronger than the sodium because each atom has donated 2 electrons to the cloud. اتفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه وطالبات الصف الثاني الثانوي لمدارس اللغات. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض باقي البونز او الخاص بالكيميكال بونز اللي موجوده عندنا في الكيمستري، بس احنا النهارده هنتكلم عن فيزيكال بونز. طبعا احنا عرفنا او احنا اخذنا قبل كده ان في عندنا two types of bonds، يا اما يكون chemical bond يا اما يكون physical bond، وتعودنا مع بعض او اخذنا انه ال chemical bond اللي هي between the elements in the compound، يعني مثلا ال water molecule اللي هي H2O بيكون عبارة عن hydrogen bonded with oxygen gas and bonded with hydrogen. فالبوند بين هيدروجين اند اكسجين دي بنسميها كوفالنت بوند، دي تعتبر من احد الايه من احد انواع الكيميكال بوند. زي مثلا برضو لما نكون ال NaCl اللي هي عباره عن ايونيك بوند، NaCl دي برضو عباره عن يبقى البوند اللي هنا بين النيتروجين بين الصوديوم ايون والكلوراين ايون، دي بتكون هي كمان عباره عن كيميكال بوند لانها بين اليمنتس جوه كومباوند نفسه. هنا نفس الشيء بين elements جوه compound نفسه. نفس الحكايه لما كونا الامونيوم مولوكيول اللي هو ال NH4، لما كونا الامونيوم NH4 بوزيتيف وكنا كوناها بالطريقه دي اللي هي النيتروجين بيكون حواليه 3 bonds وكل واحده منهم مع الهيدروجين، ده هنا كده هيدروجين وهنا كمان هيدروجين، لما طبعا عملنا الكترونيك كونفيجريشن لقينا ان النيتروجين عنده 2 الكترون بير، صح ولا لا؟ 2 عنده 1 الكترون بير، وبالتالي الهيدروجين اللي هي جايه من لما حصل ديسولف لل HCl واصبحت الهيدروجين وزود ان الكترونز، فاللي حصل انه النيتروجين جاز دونيت ده الكترون بير للهيدروجين، فتكون عندك كمان هنا بوند ثانيه ما بين النيتروجين والهيدروجين بس بنسميها كوردينيت بوند. يبقى احنا عندنا هنا كوفالنت بوند بين نيتروجين اند هيدروجين لان كل واحده منهم عملت شير لالكترون من الالكترونز الخاصه بالبوند او الكوفالنت بوند. تمام؟ لكن هنا ودي كمان دي عباره عن كوردينيت بوند لكن ما حصلش فيه بينهم شير بين الاثنين، ده اللي حصل ان النيتروجين كان عندها الكترونز زياده والهيدروجين ما كانش عندها خالص، فاللي حصل ان هو عملوا هما الاثنين زي تنسيق بينهم بين بعض، النيتروجين عملت او ادت للهيدروجين والهيدروجين اكسبت ذا تو الكترونز فسميناها كوردينيت بوند. دول بالنسبه لنا الثري بوندز دول سواء كانت ايونيك بوند او كوفالنت بوند او كوردينيت بوند بنسميهم كيميكال بوندز، لان هي زي ما اتفقنا مع بعض between the elements inside the inside the molecules. النهارده بقى هنتكلم على الفيزيكال بوندز. انت عندك two types of physical bond، اول واحده اللي هي الهيدروجين بوند، اول واحده اللي هي مين؟ هيدروجين بوند. طيب تعالى كده نشوف مع بعض احنا العلماء لاحظوا حاجه مهمه جدا
انه boiling point of hydrogen sulfide اللي هو ال H2S